يلا فكي يا انتي. معلم كوكو، ايش فينا؟ ايش صاير عنده؟ ياو كثير شغلات ياو، هذا كارتيرو مضروب، شانجمانو مكسور، اجوا مكسور. طيب ايش لازم بعطيه؟ اعطيني ان شاء الله 33 ان شاء الله 12. ايه انيس، هاتي شق ل 33 وهاتي شق ل 12، جيبي معه كاس الشاي. لك مو شاطرين يطلبوا غير هيك طلبات، خلينا نفرط لنا شي مكان. فكي فكي. ولا مين هذا بدهم اجوا؟ مو انا، هي مفتاح شقة 33 و 13. هاتي. معلم صب لك شاي انت تحت ولا تطلع تشرب هون؟ حطي برا. برا حطه؟ حطي هون، حطي هون. تفضل. هاتي كاسي نينا. ليش فلتر هذا الشيء معلم؟ مو شغلته هي. طب رح احصل لك هذا البرفي شاي. لا ما بقص شيء، اطلعي من دور يلا. عما بضربه العمى. هات مفتاح شقة 9. ها لك اكو اهلين وسهلين. روحين. السلام عليكم. اهلين وسهلين. بين لي معلم هون مشان شو؟ في صوت تقطع بالسيارة انا ظبطه. ورجيني لشو؟ هلا قلت لي معلم. لكن شلون شايف؟ يلا على السريع. ما بحسن بعطيك جواب لحتى انزل تحت السياره وافحصها روحي. طيب انزل على السريع مستعجل. لك شو بك لك روحي هلا اذا انت رحت لعند الدكتور بيحسن يعطيك دواء قبل ما يفحصها؟ لا معناتها بدنا نشوف. ما هي اشوفها بسرعه. اتكلنا على الله. اتكلنا على الله. باشا باشا. بيس ولدي هيدي انتقلي من هون. اذا بشوفك ثاني مره هون بهالحاره بخسر جيكي تنتين. ايش بتساك؟ شباب ليش عم نطر بسكليتك؟ روح مو سارق فوقك شي برا. وهذا العمليه لك صلوشة هي لك شو الحد اللي حاطه فيها؟ لك قلت لك بدي صلوشة فلافل مو صلوشة حد فيها فلافل. في لك وين اللي حطلع حد؟ لك انا في هذا اللي هلا لك وين راح؟ عم شو غشيم؟ في حدا ما بيحب الحد؟ شوية خفة. طب ايدك يا حاج الشطة. شو محمود هشام؟ لا
كرت على كرت يا زلمه. اذا ما فتحت انا اكلناها على فكره، بس هالدقه مو مثل الدقه الماضي كل واحد يسحب على كيفه. لا تعال نشوف. عيش يا ابو زد كرت، زد كرت بسرعه. لحظه لنشوفهم بقى. ايه خذ هذا. ماشي ها. اسحاب على اسحاب. اضربوا انتوا لك ورا. معناته انت بجوازه بتفتح مع جوكران. عصيان معلم عصيان. اي أيوة والله. شو بقول لك ساوي؟ تعال معلم تعال، قرب شوي قرب شوي، كبر قرب لعندي، قرب 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 كمان 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 شوي، بس استرن بارضك ورجعلي ورا. روحي امام، روحي كبر، روحي كبر كبر، روحي كبر، رجع لعندي رجع لعندي رجع لعندي، رجع كمان رجع كمان رجع كمان رجع كمان رجع كمان، اي روحي عندك هي هي. بعد 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 شوي، ما بدها تبعيد حبيبي، ده حق الترباز بالعكس هيك، وروح قول الله، روح كويا، روحي كويا، روح شو غشيم يا روحي. الله سترك روحي. شو القصة؟ مالك شايفة شلون مي عم تخدق خدق من الأشمال؟ اي وشو يعني؟ هذا بيعني يا مدام، أول شيء حضرتك مدام ولا أنسة؟ أنسة. إيه الله ينورك اللي ببالك. خلصني، شو في هالسيارة؟ يا مدام سيارتك عم تخلط. شو يعني عم تخلط؟ يعني يا مدام سيارتك مضروب فيها جوان كولاس. يعني شو بعمل هلا؟ باخذها لشي ميكانيسيان؟ أعوذ بالله يا مدام، أعوذ بالله، روحي إذا بتمشي فيها متر واحد الموتور بكربة. افتحي لي غطا المحرك. ما فتح. لك ايش بيعرفني؟ كمان ما فتح. يي فتح فتح، تعي فتح. شو معك عدة؟ في شنطة يتعدى ورا بالسيارة. انت ترجي بيها روحي اوا. اعطيني 16 17 اقوم. وشو هذا 16 17؟ هذا بيجي اصغر من 18 19 روحي. ايه وشو العمل هلا؟ ما بعرف، يمكن بدها مكنسيان روحي. ليش انت شو؟ والله انا يا روحي بالنسبة الي بالياباني ما كل هالقد، لو كانت سيارتك امريكي كنت ختمتك بشواربي، ما كنت لقيت كل هالكركبة حوالي. على كل الاحوال الله قدر ولطف. يلا يلا معلش عن اذنك. يلا ليش عم تبكي؟ الله قدر ولطف. وقف لك تاكسي. لا ليش هيك عملت لك روحي؟ لا مثل ما بقول لك ساوي روحي. خلص خذ من هون شوي. غمّة. لك لا لك روحي، ليش هيك نزعل من بعضنا؟ ما بيصير هيك تساوي، خلص مثل ما عم بقول لك ساوي. تتقوص من ريف عينك ان شاء الله. خلص مثل ما بقول لك ساوي. قصر من هون، قصر من هون، قصر من هون. شو ما يبلى، صار اعمى قلب ما شاء الله حولك. غمي غمي، هذا شيء حلو. يلا ها غمي 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 غمي. يا عيني عليك يا روحي يا روحي، شو حلو هالطرف روح. شيء حلو، شو هالشبوبيه، طلعت بتطير العقل والله. يلا ها هالطرف اكثر. لك الله يجبر خاطرك، ان شاء الله بتروح على الحج. غمي خلاص غمي.
ايوه اخي لا تسمع الاثنين بين السواقين بتعلق ما بدنا لا بلاها ولا هاد كمان جذبه بلا هاد وبلا هاد ايه خلاص ها هذا شيء حلو اخره ايوه اخره 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 يا عيني عليك لك روح كانه صاروا قد بعض قد بعض لا مو قد بعض كانه هذا الطرف اطول من هذا الطرف لك روحي ايه معناتها خد لك شوي منه هون ها وطه هيك يعني هيك زبطوا لك اخوان طوش من هون وهي من هون وهي من هون لك اخي خلص شو بقول لك ساوي من هون كمان وبلاها هاي وبلاها الشقفه وبلاها هاي لك يلا طوش روح روح شايف لك ايه بلاها الله يكسر ديانتك على الحملة لك ليش هيك عملت روحي اصلا هيك احلى دخيل الغرة انا ما هيك روحي إلا ما أنا متل عين ما أنا متل عين أبد 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 ما أنا متل عين يما إلي أداد ما أنا متل عين من شال والخضان يا الغالي والله ما أنا متل عين والله مدري الضعين وين مدري الضعن وين نادم يا يما اللي قاعده مدري الضعن وين الحد يتوجه بي والله وين رايح من الصباح؟ لوين بدي روح؟ على المالية. اسمع مني وبلا لك هالروحة. لا يا محمود، ليش عم تحكي هيك؟ ليش عم بحكي هيك؟ من زعلي عليك. لك صار لك أكثر من شهر رايح جاي، رايح جاي. لو بدهم يعطوك هالمكافأة، كانوا عطوك إياها من زمان. بدهم يعطوني إياها طبعاً. بس هالإجراءات لابد منها قضيت عمري بالوظيفة وبعرف شو يعني روتين ومعاملات ايه بس مو لدرجة انك تدفع من جيبتك اكتر من هالمكافأة يلي بدهم يعطوك اياها حتى لو كان انا مالي زعلان اصلا قيمة المكافأة مو بالمصاري اللي راح اخدهم لانه فعلا مثل ما قلتي صرت صارف قدهم تقريبا بس قيمتها المعنوية كبيرة كتير كتير كبيرة قليلة انه الوزير نفسه موقع المكافأة باسمي وشكر على جهودي اللي قضيته بالوظيفة هدول 35 سنة طيب مو بكير لسه بعد ما صارت الساعة 7 الصندوق بيسكر الساعة 12 يا دوب لحق أخذ أمر الصرف وروح على البنك ايه. الله يفتح بوشك يا رب المهم تتصلي بالولاد وبتعزمي الكل على العشاء لا دخيلك اليوم تعبانة وماني قدراني أعمل شيء ومين قالك رح تعملي شيء أنا عازم الكل على المطعم نتعشى بالمطعم؟ طبعاً احتفالاً بتكريمي إيه لك اللي روح ساوي لك فنجان قهوة وحضر حالي من هلأ
وصلت لعندكم باسم شفيق ابو طيبه تبع امر الصرف هي بذاتها. يا سيدي هي المعامله ناقصه. شلون ناقصه؟ لانه الدائره اللي كانت فيها مخرجتها بدون ما تعطيها رقم محضر ولا تاريخ. ما فهمت. هلا انت دائرتك اللي صرفت لك المكافاه ما عملت اجتماع واصدرت قرار بهذا الموضوع؟ بلى طبعا، حتى كانت برئاسه المدير العام. يا عيني عليك، هي الجلسه نحن بنسميها محضر، وهذا المحضر لازم يكون له رقم ولازم يكون له تاريخ مرفق بالاضباره لحتى نقدر نمشي لك يا ايه بسيطه، حطوا لها رقم من عندكم. اسمع على هالحكي، اسمع. ما بصير يا عمو، ما بصير. لك يا عمو، هي بس صدقنا على الله وصلت لعندكم لهون. ايه بدك ترجعوني من الاول؟ لا للاول ولا للاخير، بتحمل حالك وبتروح على الدائره اللي اصدرت لك القرار وبتطلب من رئيس الديوان انه يحط لك تاريخ ورقم المحضر على الاضباره وبترجع لعندي لاعطيك امر الصرف. خليها لبكره، ما بظن لحق اليوم. ايه على راحتك. وايش ولا راحته انت الثاني؟ وينك عمو الله يرضى عليك؟ نحن اليوم مشغولين كثير وعم نعمل جرد للخزينه، واليوم اخر يوم بالسنه مثل ما بتعرف، اذا ما اخذت مصرياتك قبل العطله رح بفوتوا المصاري على خزينه الدوله. اي والله صحيح، منيح اللي نبهته. دخلك استاذ، بدي اسالك، اذا مصرياتي دخلوا على خزينه الدوله شو بيصير؟ شو بده يصير يعني؟ ما رح بيصير شيء، بس يعني صعب شوي يعودوا يطلعوا منا. بقى الله يرضى عليك، بتروح ركض بتجيب رقم وتاريخ لمحضر الجلسة وبترجع لعندي لأعطيك أمر الصرف وبوشتك على الصندوق. الله يبارك لك. يلا سيد رئيس الديوان، وين ملاقي بالله؟ ليش مانه بغرفته؟ والله ما كنت سألتك. معناها بكون بالارشيف عند الاستاذ عدنان. انت شفته هني؟ لك اخي انا والله ما شفته، بس طالما مو بغرفته اكيد عند الاستاذ عدنان. قلت لي وين مكتبه؟ اوهو علينا، بالطابق الثاني بالارشيف. الطابق الثاني الارشيف استاذ عدنان. رجعنا خطرك. الأرشيف بس هذا هو. مرحبا يا شباب. أهلا وسهلا. حضرتك الأستاذ عدنان ما هيك؟ لا والله. معناها حضرتك؟ لا والله الأستاذ عدنان مو هون. شلون مو هون؟ قالوا لي هون بالأرشيف. صحيح هو هون مكتبه، بس هو مو هون، راح لعند رئيس القسم. رئيس القسم؟ ورئيس القسم وين بلاقيه؟ بالطابق الثالث عند رئيس القسم السيد فؤاد. لك شو أخذوا لعند رئيس القسم هو الثاني؟ رئيس القسم السيد فؤاد. يلا السلام عليكم. السلام. ابو سمير ضارب الاله كاتبه. ابو حاتم قسم الترجمه. حسن ابو عطفي مدير الاداري. السيد فؤاد رئيس القسم. لك شوف وينه لسه. لك ارجع شوي. ابو حاتم قسم الترجمه. ابو سمير ضارب الاله كاتبه. حسن ابو عطفي. السيد فؤاد موجود؟ لا والله وصل على مكتب العلاقات العامة عند السيدة سراء. والسيدة سراء وين بلاقي اياه؟ بالطابق الرابع. السيدة سراء الطابق الرابع. شكرا كثير. الله معك. يا حجي، السيدة سراء طلعت لعند مدير شؤون القانونية الدكتور نبيل حجار. الدكتور نبيل حجار، شكرا. الدكتور نبيل من ثواني كان هون، طلع عند الأستاذ شريف قسم الدراسات. أنا طابق؟ طابق العاشر. الأستاذ شريف قسم الدراسات طابق العاشر. أبو قصي عند أم سمير، وأم سمير عند أبو جبر، وأبو جبر عند وصال، وصال عند سعاد، وسعاد إجازة مرضية، وهيك بتنتهي السلسلة ولح نرجع من أول وجديد. عفوا يا أخ، أنت عن مين عم تدور؟ أنا عم دور بالأساس عن السيدة ثراء مديرة العلاقات العامة. شغلتك بسيطة وسهلة. السيدة ثراء عند الدكتور نبيل. بس الدكتور نبيل مو بمكتبه. معك حق، لأنه راح لعند السيد شريف رئيس قسم الدراسات.
شو هالحكي؟ بس أنا قالوا لي بتلاقيه عند الأنسة والدي مسؤولة قسم المبيعات. إذا هيك ما بعرف. أنت بالأصل لعني جاي. لعند رئيس الديوان. فضلي أفندي؟ والله ما بعرف إذا كان هيك اسمه. لا تخاف هيك اسمه، مرقت عليه، بس بدك لأني ترجع لعنده مرة تانية. بس هو مو مكتبه. إلا ما يرجع، لأنه سلسلتك بتنتقي عند الأستاذ أسامة، والأستاذ أسامة بإجازة مرضية. شو هالحكي؟ مثل ما عم خبرك ليكو مكتوب عندي بسلسلة أول امبارح. ها، أنت قديش صار لك؟ خامس يوم، بس الحمد لله قربت أوصل، بس يوصل أبو صبري رئيس قسم الترجمة. ليش بتعرف وينه؟ لمين؟ أبو صبري رئيس قسم الترجمة. عند أم رفيق رئيسة قسم التنظيم. عم تحكي جد؟ طيب وانت كمان. أمانة يا جماعة. خير إذا بتعز من الأكل. شلعوني الدكتور سميك. رئيس قسم. رئيس قسم. يا شباب. باي باي إسعاف يا شباب. الله يرحمه. يا شباب يا عالم يا هو لم يرحموني يا ناس. يعطيك العافية. الله يعافيك أهلين. لك من شان الله بدي السيد شريف. وين بلاقيه؟ السيد شريف راح لعند المدير العام، ومن هنيك راح يروحوا هن اثنين سوا يحضروا مباراة الوحدة والحرية. يعني بمكتب مين؟ مو بمكتب حدا، بتلاقيهم بملعب العباسيين. ايه يلا.